السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده فكرته سهلة جدا وبسيطة. كل عليك ان انت ترفع صورة ليك وهو يبدأ يعمل لك صور تانية بشكل ابداعي. طيب خلينا نقول له ابلود ايمج، وخلينا نختار اي صورة ونشوف هيعمل لنا فيها ايه. هو بقى بياخد الصورة وبيبدأ يحللها ويبدأ يحطها على كذا ديزاين موجود. ممكن مثلا نقول ديت، تقدر تعملهم داونلود اهوت من هنا.